السلام عليكم. النهاردة اليوم السابع في رمضان، 7 أيام عدوا. عملت الخطة ولا لأ؟ لسه عندك بقيت حوالي 3 أسابيع كمان، استغلهم عشان ما يروحوش منك وفي الآخر تقول حرام أنا ضيعت وقتي على الفاضي. امبارح اتكلمنا في حلقة الوقت، هل بدأت تنظم وقتك بشكل أفضل؟ هل بدأت تتحرك لهدف بشكل أفضل ولا لأ؟ عايز أكلمكم النهاردة على موضوع مهم جدا وفي نفس الوقت حساس، موضوع اليأس والخنوط من رحمة الله. لما واحد بيبقى هو مثلا بيعمل ذنوب معينة أو شايف إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن ما يسامحوش على شيء معين، أو يقعد أو جلد الذات إن هو يقعد يلوم نفسه ويأنب نفسه، جميل إنك تعمل كده عشان ما ترجعش للمعصية اللي أنت عملتها، ده شيء كويس، ولكن إن أنت بتيأس من رحمة الله، بتيأس إن ربنا ممكن يرحمك أو ممكن ربنا يغفر لك. في ناس كتير بتبص لها بالزاوية دي تحديدا لأن هو بيحصل له مشاكل كتير، فبيقول ده ربنا بيعاقبني أو ربنا مش عايز يرحمني فعشان كده ربنا بيعمل فيها كل دوت، وحاشا لله إن ممكن ده يحصل. فلازم تعرف ان اي حاجه بتجيلك من نفسك او انت بتكون سبب ليها، يعني انت اللي بتجذب الشيء دوت ليك بشكل او باخر. ربنا ما بيجيبلكش المصايب ليك، انت اللي بتجيب المصايب لنفسك بدليل ان انت بتروح للمصايب او بتعمل مشكله وفي الاخر بيجيلك رد فعل من الشخص اللي قدامك. اللي عايز اقوله هنا ان ربنا سبحانه وتعالى اسمه الرحمن الرحيم وهو الكريم. فتخيل انت ربنا سبحانه وتعالى هو الكريم. تخيل لو انت قابلت شخص معين وانت بتسمع عنه او بتشوفه في التلفزيون ان هو خير وبيتبرع للناس بالملايين وبيعمل مشاريع خيرة كتير وبيعمل خير لحاجة ما تتخيلهاش، لكل مثلا مكان تلاقي اسمه موجود في المكان دوت، اي مكان تروحه الناس كلها بتجيب في سيرته. اكيد قابلت شخصية زي كده او سمعت عن شخصية زي كده. طيب ده بشر، ربنا هو اللي خلقه، ما بالك الخالق نفسه اللي خالق الشخص دوت هيكون كرمه عامل ازاي وهتكون رحمته عاملة ازاي. فما تيأسش من رحمة ربنا، واعرف ان انت لما تروح تستغفر ربنا بقلب صافي ربنا هيغفر لك. اهم شيء ما ترجعش للذنب اللي انت بتعمله، وخصوصا في الايام اللي احنا فيها ديت ايام خير وبركة، هتلاقي ان ربنا سبحانه وتعالى بيغفر للناس كلها، وهتلاقي ان ممكن الناس اللي حواليك يساعدوك ان انت تبعد عن اي حاجة غلط انت بتعملها. مش صعب، ولكن ابعد عن المكان السيء، ابعد عن صاحب السوء، قرب من ربنا اكتر، ادعي ربنا انه يلهمك الاجابة، ادعي ربنا انه يهديك، ادعي ربنا انه يوفقك بالناس الصالحين، هتلاقي ربنا بيوفقك وبيكرمك. وما تيأسش من رحمة ربنا، لأن ربنا هو الكريم، هو الرحمن، هو الرحيم، وقبل كل ده هو العدل، ربنا عادل. فما تفتكرش أن ربنا سبحانه وتعالى هيكون مثلا شايفك وشايف قد أنت متأثر وشايف قد أنت بتتوب للذنب وشايف قد أنت بتقرب منه وفي الآخر مش هيغفر لك. لا، هيغفر لك. شفت أنا ناس كتير عندهم الإشكالية ديت ويفكر ويقول لك ربنا مش هيغفر لي. طب أنت عرفت منين أن ربنا مش هيغفر لك؟ جبت الكلمة دي منين أصلا؟ فانا بقول لك لا، ربنا يغفر لك بدليل ان هو موجود. فربنا سبحانه وتعالى هتلاقيه يغفر لك على طول، ولكن خليك مع ربنا وقرب منه واعرف ان هو الكريم وهو العدل. سلام.